شو بدي أخبركم على المشوار الحلو لتوصلوا على غدريس، وقت توصلوا على غدريس كمان ما في يخبركم الجمال من بيوتها لهالضيعة، لشجرة، للفيو المطل يلي فيها غدريس، ضيعة من أجمل ضيع، والمشوار عليها كمان مشوار بكسروان وفتوح كسروان. شو بدنا نحكي يعني، هيدي من أجمل المناطق اللبنانية، واليوم مبسوطين نحن أنه موجودين، كان صارنا فترة ما طلينا صوب كسروان. وبدي أعرفكم على المختارة كاتيا مرعب. مختارة، أهلا وسهلا فيكم بتلفزيون الجديد وببرنامج العودة إلى النملية. بيشرفنا وجودكم، وعن جد كتير انبسطت أنه كان في لفتة لبلدتنا غدريس الحلوة. يعني منحب نفرج الناس قدي هيدي الضيعة فيها خضار، فيها جمال، فيها مناخ حلو كتير. أهلا وسهلا فيكم. دهلت أنا وجاي يعني عن جد. الشباب معي بالسيارة والصبايا، نعم. عم قلنوا لك شو حلو، لك هون شو حلو، إيه عن جد شو حلو. كل الوقت كنت عم بتغزل فيها، وكنت عم راقب أنه مثلا أنواع الشجر قديه متنوعة، من السنديان، حتى في أنواع شجر ما قدرت أعرف شو هي هيك، بس أنه في تنوع كلها غابة. صحيح. يعني غنية بالسنديان، بأشجار السنديان، بأشجار الصنوبر، غنية بأشجار الغار. هلا صحيح ما عنا منتوج إنتاج يعني نصدره زراعي، ولكن في كتير خضرة وفواكه إذا انزرعت بغدريس بتعطيك منتوج حلو كتير. مختارة، قبل في شغلة هيك، إنه مختارة حضرتك، نعم، يمكن في أكثر من مختارة، سألتك هذا السؤال لإلك بلبنان، ولكن أنت بفتوح كسروان أنت الوحيدة. نعم. وأنا بستغرب أوقات لأنه قليل ما تعرفي على مختارة وليس بمختار. صحيح. خبرينا عن تجربتك، وليش أصلاً خطي هالتجربة؟ أنا ما كنت مفكرة بالموضوع أبداً. المختار السابق بديع مرعب يلي خدم غدريس 52 سنة كان معه الختم، هو حب يعمل خطوة جديدة ويشجعني لأترشح على المختارة. كانت الفكرة فكرته. فشوف هيدا الانفتاح، قدي في انفتاح بغدريس، قدي في قيمة للمرأة. فترشحت والحمد لله الله وفقني. وكيف المعاملات والتعامل وكذا؟ حلو كتير. هلا في ضغط أكيد. غدريس مش بس أبناء ساكنين فيها، نحن عنا عدد سكان كتير كبير. بدي هنيكم، يعطيكم ألف عافية. وأنا قلت لك يعني بهيدي الكزدورة الصغيرة لحد هلا قدرت كون فكرة كتير حلوة، وبندعيكم مشاهدينا لا تيجوا تشوفوا غدريس وتزوروا غدريس، يلي كمان هي مكان سياحي. بعرف انه في كذا مشروع سياحي بغدريس. صحيح، هي محطة سياحية جميلة جدا، فبدعيكم انكم تزوروها. هيدي مقدمة الحلقة، نحن والمختارة عملنا لكم هيك لمحة حلوة صغيرة عن غدريس، ورح نكمل هلا. بتعرفي برنامجي انا، بدنا نروح بدنا نشوف شوية جبنة، كيف تنعمل الجبنة، في شخص هون بيعمل جبنة، بدنا نشوف كمان، نحكي عن الزيوت كمان. يعني في كذا موهبة ممتازين بغدريس، وكم شغلة كتير حلوة رح يعجبوكم مشاهدينا إن شاء الله. يعني الأكل كتير طيب بغدريس، كما مثل ما شفت أنه الطبيعة كتير حلوة، وهي منطقة سياحية، فالأكل كتير طيب عندنا. يلا هلأ خلينا نجرب نشوف. ثانك يو لإلك، ونهارك سعيد. مرسي.